لكم الله يعطيكم الصحة. عبد الصمد اليزيدي ولد الحاج محمد عن صربت ولاد زايد جماعة حد موسى رقم 24. تحياتنا لك وتحية لكل أعضاء الصربة، تبارك الله عليكم، تفضلوا. وغادي نرجعوا الرقم 25 فرقة ولاد الرميش جماعة حد بوموسى بقيادة مقدم عبد القادر البوزيدي. حاج عبد القادر ما كاينش. غادي نمشيو الرقم 26 فرقة ولاد عيسى الواد بقيادة مقدم شرقي ليدامي. شرقي ليدامي هشام على بركة الله. هشام هشام بالسنين 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 لحظة شكون كاين في الراس؟ 24 ليدامي ليدامي لحال السينيال تقريبا السينيال الشرقي سير طلع سير على بركة الله شدين شكرا جزيلا لك المقدم البشير وتحياتنا الشرقي ليدامي عن صربة ولد عيسى الواد تبارك الله عليكم كنشكركم جزيل الشكر نرجعوا نقطة البداية مع الفرقة رقم واحد فرقة ولد عيسى بقيادة مقدم حسن الصالحي. سي عبد القادر عيطت عليك وبلا ما كنتيش تفضل عبد القادر البوزيدي تفضل اخويا تفضل تفضل السي عبد القادر على بركة الله تفضل تحياتنا لكل الناس اللي كيتابعونا في هذه اللحظة عبر البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك تحياتنا السي عبد الصمد سي محمد الحكام سي نور الدين حتيتي تحياتنا الدكتور نور الدين حتيتي الصديق الغالي والعزيز هذا الحاج عبد القادر البوزيدي دائما كنشكروا الناس اللي كيتابعونا ولكن ما تبخلوش علينا بالبارتاج في المجموعات الفيسبوكيه باش كلشي يتفرج تحياتنا لكم كبيره وكبيره جدا وبالمناسبه كنشكروا كاع الناس اللي كيتراسلوا معنا وكيصيفطوا لنا طلبات الصداقه عبر الصفحه الشخصيه حماده انيماتور ميكرو وحمد انيماتور ميكرو اوفيسيال
تحياتنا لكم، تبارك الله عليكم. فضيلة القدر البوزيدي على بركة الله، مراكز السعد حسن الصالحي ولد الحاج البداوي. بارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحة. عبد القادر البوزيدي عن سربطة ولد رميش، تبارك الله عليكم، كنشكركم جزيل الشكر على التلقاء الرائعة. تحياتنا لكل أعضاء السربة، كل الركابة، تحياتنا لكم ولكل من يتابعونا، سواء الناس اللي حاضرين معنا في هذه البقعة المباركة، وكذلك الناس اللي جاوا من كل المناطق المجاورة، وكذلك الناس اللي جاوا من كل المدن المغربية، من طنجة اللقورة. تحياتنا للسي عماد الزيتوني وخالد أبرح. إذا نرجعوا لنقطة البداية وغادي نمشيو عند رقم جوج أو رقم واحد عفوا، رقم واحد فرقة ولاد عيسى بقيادة المقدم حسن الصالحي ولد الحاج البداوي على بركة الله. حسن الصالحي تفضل عفاك، ومراك استعد فيصل صيدي. تحياتنا للسي مهدي كبوري وناس دار وزيدوح محمد مروى. تحياتنا لكل الناس، العديد من الناس تكتبوا التعليقات على البث المباشر، كنتمنوا لكم فرجة ممتعة، وتنقول لكم أن الفرجة مضمونة صراحة. اليوم الأول يوم الافتتاح مرة رائعة، واليوم الثاني يوم الخميس مرة أكثر من رائعة، ويوم الجمعة كذلك كانت حضور جماهيري قياسي، واليوم كذلك حضور جماهيري قياسي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن حدب موسى مولوعة بخيل. تبارك الله عليك حسن الصالحي ولد الحاج البداوي على هذه الطلقة، تبارك الله عليكم، كنشكركم جزيل الشكر انت وكل اعضاء السربة. تحياتنا ليك وتحية، ومن خلال كنحيي كل ساكنة الجامعة الترابية حد بوموسى. وغادي نرجعوا نقطة البداية، نطلب من فيصل الصريدي استعد. فيصل الصريدي راك تما، عطيني اشارة الله يخليك سي فيصل. فيصل الصريدي الله يخليكم المقدمين، إذا ما كانش فيصل أعطوني إشارة بلي ما كانش. فيصل الصريدي، فيصل أعطوني إشارة، شكرا. ثلاثة استعد موسى النجري. تفضل سي فيصل، فيصل الصريدي على بركة الله. السلام عليك، تبارك الله عليك فيصل صريدي على صربة أولاد محمد جماعة حد بوموسى رقم جوج، كنشكروك جزيل الشكر
وتبارك الله عليكم. تفضل مشي الخير مرة أخرى. شكر خاص للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم فقيد صالح، السيد رئيس دائرة بني موسى، السيد قائد قيادة حد بن موسى، السيد قائد قيادة دار الزدوح، السيد قائد قيادة أولاد ناصر، السادة عناصر الدرك الملكي للقوات الوقاية المدنية وحدة التبية المتنقلة، كل سائقين سيارة إسعاف. ومن طبيعة الحال كنشكرو وكنوجهو تحية خاصة مرفوقة بكل ما هو جميل، مرفوقة بالورد والزهور والياسمين للسيد رئيس الجماعة الترابية لحد بو موسى، وكل أعضاء وكل عضوات كل باسمه وصفته. إذا هذا النادي وعلى رقم ثلاثة شباب بير مزوي موسى النجري. موسى النجري تفضل السي موسى على بركة الله. هذا موسى النجري ممثل إقليم خريبكة ما زال حاضر معنا وبقوة. ساعدوا هذاك الفريس، ساعدوا الفريس، تمنوا السلامة للجميع إن شاء الله. سي موسى مرحبا بك، لك حق الإعادة، خذ جلبابك وغتجي من ورا الصربة الموالية إن شاء الله. إذن تحياتنا للسي عماد الزيتوني عادل السكندري بدر ومحمد الحلو أيوب أبراح وكل الناس اللي بصراحة كيتابعونا، تحياتنا لهم كبيرة وكبيرة بزاف. وغادي نمشيو لرقم أربعة فرقة أولاد محمد بقيادة مقدم أحمد عفيف. أحمد عفيف إشارة، تفضل سي أحمد على بركة الله. ولكن يستعد الحاج عبد الكريم التايق، وغادي يرجع سي موسى النجري باش يعاود الطلقة ديالو. تفضل سي أحمد عفيف. ما ننساش من طبيعة الحال أن نوجه تحية عطرة مرفوقة بكل ما هو جميل الأستاذ عزيز بوري اللي كرافقني طيلة أيام المهرجان في التنشيط والتعليق على فعاليات النسخة، كنسطر عليها النسخة الناجحة بكل ما تحمل كلمة المعنى، نسخة 12/2022. شكرا لك أحمد عفيف عن صربة أولاد محمد رقم أربعة. إذا نرجعوا نقطة البداية وغادي نمشيو هذا الحاج عبد الكريم تايق عن صربة ولد عيسى جماعة حد بو موسى رقم خمسة. وتحياتنا السي عبد الله التايق، تفضل السي عبد الله. وموسى النجري استعد مراك. تحياتنا السي محمد وكريم. وتحياتنا الناس اللي كيتابعونا من اسمسيل نومان. تفضل على بركة الله عبد الله التايق اللي كينوب على الحاج عبد الكريم التايق. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، طلقة موحدة، تحياتنا لك عبد الله التايق عن صربة ولد عيسى جماعة حد بو موسى رقم خمسة اللي كينوب الحاج عبد الكريم التايق.
بارك الله عليكم، مشي الخير الشباب الله يخليكم اللي كاينين في المحرك في البدايه ديال المحرك الله يخليكم لا يجزيكم بخير، الله يخليكم الشباب حيدوا من قدام الخير الله يجزيكم بخير. يلا رجعوا عند المقدم موسى ناجلي عن صربت اقليم خريبكا شباب بير مزوي رقم 3. تفضل السي ناجلي على بركه الله نتمنى لك السلامه. دائما تنحيي جميع الناس اللي كيتواصلوا معايا عبر الصفحه الشخصيه حماده انيماتور ميكرو، وكذلك الصفحه الثانيه حماده انيماتور ميكرو اوفيسيال. تحياتي لكم وتنحيي الناس اللي كيتابعونا عبر البث المباشر على الصفحه العامه حماده المرشد والاعلامي على الفيسبوك. موسى ناجلي شباب بير مزوي اقليم خريبكا رقم 3. تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحة موسى ناجلي، تحياتنا لك أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد الرئيس وكل أعضاء المجلس، كنقول لك مرحبا بك، شرفتينا وشرفتي منطقة حد موسى، وتنحييو كل ساكنة شباب بن مزوي وإقليم خريبكا، تبارك الله عليكم. ورجعوا الرقم الموالي وغادي نمشيو عند مقدم عزيز السعدوني عن فرقة أولى الجزائر جماعة حد موسى رقم 6. سي عزيز، عزيز السعدوني تفضل سي عزيز على بركة الله. مراك يستعد مصطفى العرباوي. تفضل السي عزيز. تحياتنا للسي بدر الرحوي والسي عزيز بارون. تبارك الله عليك مقدم عزيز السعدوني، تبارك الله عليك، نشكرك جزيل الشكر انت وكل اعضاء الصفه، انت تمثل اولى الجزائر جماعه حد موسى رقم 6، تبارك الله عليكم. تحيه عطره مرفوقه بكل ما هو جميل، مرفوقه بالورد والزهور والياسمين للاخ والصديق عزيز بارون اناس ايكوردان من مدينه الدار البيضاء. إذا رجعوا لنقطة البداية وغادي نمشيو عند رقم 7 فرقة أولاد نيفاوي بقيادة مقدم مصطفى العرباوي. مصطفى العرباوي سي مصطفى حاضر، ومن خلالك نوجه تحية للسي الحسين مازطان عن مدينة إيمازين إقليم أزيلان. بارك الله عليكم مصطفى العرباوي عن صربة أولاد نيفاوي جماعة دار وجدوح رقم 7. تحياتي لكم كبيرة، تفضلوا مشوا من خلافكم، وكنوجه تحية لعزيز الرداد وناس دار بوعزة مباشرة من محرك التبوريدة للجماعة الترابية حد بوموسى إقليم فقيبة صالح. نمشي عند رقم 8 فرقة أولاد بركات.
نعم نحن ديك السي رشيد شد العفاك رشيد مؤمن عن صربة أولاد بركات جماعة حد موسى أتنقلوا دائما العدة موجودة والبارود غيسخرة الله ويسخر الجميع. تحياتنا الصديق الغالي والعزيز عزيز الرداد وناس ضرب وزة مباشرة من منصة التعليق للموسم السنوي للجماعة الترابية لفنون التوردة للجماعة الترابية حد بوموسى. رجعوا لنقطة البداية وغادي نمشيو عند صربة محمد خيدوم ولاد محمد بقيادة المقدم محمد الشوبي. محمد الشوبي اعتنى ان شاء الله الله يخليك سي محمد على بركة الله تفضل. مراكز يستعد بوبكر العسري. حضرات الشوبي عطيت ارسال هشام ارسال ديال البراي ديال الشوبي محمد الشوبي. ومن خلالك نوجه تحية مراد الهبطي ومحمد خيدو. تبارك الله عليك تفضل. تحيتنا محمد خيدو وناس أمستردام ومن خلاله نوجه تحية لكل الجالية المغربية المقيمة بأرض المهجر لكي يتابعونا عبر البث المباشر أتنا على الفيسبوك حمد المنشط والاعلامي. وغادي نرجعوا للنقطه البدايه غادي نمشيو عند رشيد مؤمن غادي يدير الاعاده. سي رشيد مؤمن على بركه الله تفضل. السلام عليك تبارك الله عليك رشيد مؤمن عن صربة ولاد بركات رقم 8. تفضل سي رشيد الشيخ يعافاك باش نعطيو الفرصة للفرقة الموالية. النادي وعلاء أحمد دهبي. أحمد دهبي ما كاينش. المرضي الحاج مصطفى تفضل. الحاج مصطفى المرضي عن فرقة أولاد بركات رقم 12. تحية لكم. أعطي ديك المكحلة أعطيو عفاكم ديك المكحلة الأعوان ديال الجماعة. تحية لكم أعطيو هذيك المكحلة اللي طايحة. كنشكركم على المجهودات الجبارة اللي كتبذلوها.
نرجعوا لنقطة البداية وغادي نناديو على المقدم المعطي بن عمر عن صربة أولاد محمود رقم 13. سير المعطي على بركة الله وموراك يستعد الحاج عبد العزيز أي المقدم إلى كان إلى ما كانش يستعد عبد الحق الجبط. أي شاب سبع سنين تفضل على بركة الله. يا سلام عليكم، تبارك الله عليكم. تحياتنا للمعطي بن عمر عن صربة أولاد محمود رقم 13. تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحة. وغادي نرجع عند رقم 15 عبد الحق الجد. سي عبد الحق شوفي محمد معاوي عبد الحق الجد ما كاينش عبد الحق شوبي غير عاود سير الله ما بغيتش نقول لكم في الميكرو الاخوان انا جيت عند السي خالد المصور ديالنا البارتاج ما كاينش صور دابا 73 واحد كتفرج ولا 14 الناس اللي بارتاجوا حشومه انتم مثلا كل واحد فيكم عنده مجموعات فيسبوكيه كل واحد يبارتاجي غير في واحد ست مجموعات سبعه بارطاج مع الاسف ما كتبغيش بارطاجي ما عرفتش علاش عادي راه كتبارطاجيو راه كتساعدوا الصفحه وحتى نتوما راه كتفرجوا وفي نفس الوقت كيجيو الاصدقاء ديالكم عندنا تحياتنا لكم وسمحوا لنا تبارك الله عليكم. تفضل السي الشوبي. شكرا لك الزيتوني لدامي على التعليق الجميل اللي قلتيه حقنا كنشكروك جزيلا الشكر انا دابا واحد الدوره واود انه نشكر الخياله كاملين كاع السربات اللي شاركوا في هذه النسخه 12 نشكرهم على المجهودات الجباره اللي بذلوها وكنعتذروا منهم من طبيعه الحال كنعتذروا من كل اعضاء المجلس الجماعي واللجنة المنظمة إن كان هناك نقص أو خصاص في شيء من الأشياء فكنذكر أنها لم تكن متعمدة وإنما أذكر الحضور الكريم للناس اللي حاضرين معنا وللناس اللي كانوا يتابعونا عن بعد أن هناك إجماع على أن نسخة 2024 ناجح يا أمين شاتي علي أردتي أكبر شكرا جزيلا لك محمد الشوبي وشكرا لك الزيتوني تحية لك تبارك الله عليك وشكرا سي سفيان بوشراك صراحة تعليقات كلها في المستوى وتعليقات جميلة تحياتنا لكم وشكرا لكم وغادي نرجعوا لعند عبد الحق الجد إذا كان عبد الحق الجد ما كاينش غادي نمروا الرقم 16 نمشيو عند المقدم الشعبي الشرقاوي على بركة الله السي الشعبي
السلام عليك الشعبي الشرقاوي، طلقه موحده، طلقه رائعه، تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه. وغادي نمشيو عند رقم 17 فرقة أولاد مبارك جماعة حد بوموسى بقيادة المقدم الحاج أحمد التاجري. رقم 17 الحاج حمد التاجري، عطينا ان شاء الله الله يخليك التاجري، تفضل. مراد يستعد هشام عادي، تفضل السي التاجري. تحياتنا السي الحسين والمرواني. البيطارية بخير، مرحبا بك، الله يحفظك، الله يكبر بك. السلام عليكم، شكرا جزيلا لك الحاج حمد التاجري عن فرقة أولاد مبارك جماعة حد بوموسى رقم 17. غادي نرجعو عند رقم 18 فرقة ونضرحوا بقيادة المقدم هشام عادي. سي هشام، هشام عادي، إشارة عافاك، عافاك لا سي هشام، إشارة. واش كاين هشام عادي ولا ما كاينش؟ تفضل يا سي هشام، وراك يستعد رحال بوري. تبارك الله عليك يا سي هشام، انت وكل اعضاء السرقة راكم شرفتوا ومتحتوا الجمهور. يميز هذا الصبا هو داك الطفل الصغير. ما استطعتش تصدع من هنا. تمت على جمهور الحكم، شكرا لك الطفل الصغير. الشعور الاطفال اللي غادي يدخلوا لك. انا والله ما يسكتش عليك. تبارك الله زوجك تبارك الله. تبارك الله الحاج معطي. تحية ليه زكريا معطوي وليد حافظ السمية ديالو. رضوان. رجعوا النقطة الكبيرة وغادي نمشيو. مرحبا ارسل لك. نمشيو عند رحال بوري المقدم ديال صرفه اولاد رحال رقم 19. سي رحال عطينا اشاره. رحال بوري على بركه الله، تفضل. وراك يستعد الشيخ بلعوي. تحياتنا للسي خالد فريح كاميرامان ديالنا المكلف بالتوثيق هذا البث المباشر. السي عبد الغني تابعي، قال لك حال
غوري عن صربة الوحوة شيخ العفاك إذن نمشيو الرقم 20 فرقة أولاد عيسى الواد بقيادة مقدم الشيخ بالعولي على بركة الله فضل الشيخ بالعولي وراك استعد العربوي خويا سيد الشيخ لا سيد الشيخ على فكرة الله عليك تشد على سبيلك السكاري ولا بس تشد على سبيلك مشكلتكم كما وقت سبقوا العام عليك الشيخ الهولي عن صربة ولد عيسى